حبيب غيور تاريخه حافل بالعنف. علاقتنا انتهت انتهت. يقتل بدم بارد وينجو بفعلته. لا شك أبدا في أن مايكل ألفونسو كان مضطربا نفسيا، وبعد 7 أعوام قتل مجددا. مهلا. أفرغ رصاصات مسدسه أمام 10 شهود. انفجرت غضبا بضع مرات في حياتي، هارب من وجه العدالة. في هذه الحالة لم يكن السؤال من الفاعل، إنما أين هو. اختفى في أدغال أمريكا الوسطى، فبدأت الشرطة بعملية مطاردة دولية. يحاول المجرمون أحيانا الهروب من العدالة. أرنا يديك. إليكم قصة رجل كاد أن يفلت بفعلته. في إحدى الليالي الدافئة في ضاحية شيكاغو، بلدة ويتن في ولاية إلينوي، سوميني ريانغ البالغة من العمر 23 عاما على وشك أن تنهي علاقتها التي دامت فترة قصيرة مع مايكل ألفونسو. في صيف العام 1992 انفصلت يانغ عن زوجها وانتقلت للعيش وحدها مع ابنهما. الوضع لن يتغير. أرادت يانغ العودة إلى زوجها، وعلى الرغم من حملها بطفل ألفونسو فقد قررت الانفصال عنه. تصرفت بحماقة، هل تفهمينني؟ لا، اتخذت قراري. غضبت منها لأنها أرادت الانفصال عني للعودة إلى زوجها السابق. أريدك أن ترحل. في ليلة 31 من أغسطس وافقت يانغ على مقابلة ألفونسو مرة أخيرة. اسمعي، ارتدي ملابسك في الحال، أنا آتٍ. حسنا، موافقة. التقيا خارج شقتها وأقنعها بالذهاب في نزهة بالسيارة. فسرت له يانغ كيف تريد حل مشاكلها مع زوجها. كيف ستفعلين هذا؟ كانت تنوي أن تجهض طفل ألفونسو. لا أعلم كيف تفسر الأمور هكذا. ماذا تتوقعين؟ توسل ألفونسو إلى يانغ كي تبقى معه وتحتفظ بالطفل، لكنها حسمت قرارها بإنهاء علاقتهما. علاقتنا انتهت. اسأليه، قالت إن هذه المرة الأخيرة التي ستكلمني فيها. كنت أقود السيارة فيما جلست هي في المقعد بجانب السائق، فتناولت المسدس وقلت لها: لا أعتقد أنك ستهجرينني. قلت لك إنك لن تهجريني. بالتأكيد. انتهت علاقتنا. سوف تصغين إلي الآن، سوف تصغين إلي. لم يقبل مايكل ألفونسو الرفض أبدا. استرخي، استرخي الآن. حاولت يانغ أن تهدئه. اهدأ. بالنسبة إلى ألفونسو، إن لم يستطع الحصول عليها فلن يحصل عليها أحد. هذا هو مصير الفتاة المثالية، استعدي للوداع. قتلها بدم بارد وابتعد عن المكان. في صباح الأول من سبتمبر عام 1992 أبلغت والدة يانغ عن اختفاء ابنتها. المحقق ديفيد زيدان مسؤول عن إيجاد المرأة المفقودة، إنه يعمل في مركز شرطة ويتن منذ 16 عاما. بدأت الشرطة التحقيقات، أجرت 10 مقابلات، وسرعان ما عرفت أن يانغ كانت تواعد مايكل ألفونسو وقت اختفائها. عرفوا أيضا أن مايكل ألفونسو كان آخر شخص رأى يانغ على قيد الحياة. أنا وشريكي خرجنا للتكلم معه، ولن أنسى أبدا أحد الأمور التي قالها. سألته: مايكل، هل تعرف سو يانغ؟ فأجاب: لقد كانت حبيبتي. واستنتجت أنه يتكلم عنها بصيغة الماضي. ألفونسو هو المشتبه به الرئيسي في جريمة مقتل يانغ، إنما ما من أدلة كافية تثبت أنه مذنب. كنت أعرف حينها أنهم سيقبضون علي، رغم مجيئهم إلى منزلي طيلة الوقت وتفتيشه وتفتيش سيارتي. كنت أردد أنهم لا يملكون أي دليل ضدي، ولم يجدوا أي دليل. في 18 من نوفمبر من العام 1992، أي بعد 2 شهر على اختفاء يانغ، وجدت الشرطة سيارتها في موقف سيارات عند طرف البلدة. احترقت السيارة بالكامل. بعد مرور 4 أسابيع اكتشف بعض المتنزهين بقايا الهيكل العظمي ليانغ في غابات أحد متنزهات الولاية على بعد 61 كيلومترا من منزلها. فحص جمجمتها أشار إلى جرح في رأسها جراء طلقة نارية واحدة. استطاعوا الحصول على أدلة حسية ضئيلة، فقد وجدوها بعد 2 شهر من اختفائها. بذلت الشرطة قصارى جهدها كي تثبت أن مايكل ألفونسو قتل سوميني ريانغ، وعلى الرغم من جهودهم بقي ألفونسو حرا طليقا.
إنه أمر محبط بالنسبة إلى المحققين. أعرفهم وأعرف أنهم تابعوا العمل على القضية من دون توقف. لم تغلق القضية وبقي التحقيق جارياً. لم ينسوا أمر سومانيور يونغ على الإطلاق. كان متيماً بها، لا شك في ذلك. وعندما قطعت علاقتها به، ولا سيما عندما هددت بالتخلص من الطفل، غضب كثيراً وشعر بأن قتلها سيشبع غضبه. ألفونسو اعتقد بأنه أفلت من العقاب. برأيه كان هذا مجرد فصل جديد في سلسلة طويلة من جرائم العنف ضد النساء. في الفترة التي وقعت فيها جريمة قتل يانغ، كان المحقق زيدان يعرف ألفونسو تمام المعرفة. قبل 3 سنوات ألقى زيدان القبض على ألفونسو لمشاركته في الاعتداء الجماعي على فتاة في 17 من العمر. كنا نعرف أن هذا الشاب يميل بشدة لارتكاب المزيد من العنف ضد النساء، وكان لابد من إبعاده عن الشارع. كيف حالك؟ ماذا تفعل هنا؟ ما هذا؟ عام 1994 وجه ألفونسو ضربة جديدة، خاض شجارا مع حبيبته الجديدة وطعنها بوحشية، إلا أنها نجت وسجن ألفونسو لمدة 4 سنوات. عام 1998 أطلق سراحه لبضعة أشهر قبل أن يتم توقيفه مجددا، إنما هذه المرة بتهمة التعنيف والاعتداء. بدأ يتبع نمطا خطيرا من العنف، ولا يبدو أنه سيتوقف عن ذلك. ترك خلفه الكثير من المعنفات في العديد من المقاطعات. وجدنا نساء نجونا من عنفه. لا أشك أبدا في أن مايكل كان مريضا نفسيا. حياته مضطربة جدا، وهو لا يكترث إلا لنفسه. مضت 9 سنوات على مقتل سومينير يانغ، وبحلول صيف العام 2001 كان ألفونسو لا يزال يعيش في مسقط رأسه في ويتن إلينوي. كان يعمل بدوام ليلي في أحد المستودعات، حيث تورط مع امرأة متزوجة أخرى واسمها خينوفيفا فيلاسكويز. أجل كانت شخصا رائعا بمثابة أم لي، لأنها أختي الكبرى وأنا الصغرى. أرادت دائما أن تمنحنا الأفضل. عملت في وظيفتين كي تكسب رزقها، وكانت تمر في مرحلة انتقالية. خانو كما يسميها أصدقاؤها، كانت تجهل تماما تاريخ ألفونسو الإجرامي أو ميله إلى العنف. أحيانا قد يتكلم المرء مع شخص يجهله ولا يعرف شيئا عن خلفيته. أجل نواجه بعض المخاطر عندما نخرج من منازلنا. خينو امرأة طيبة، كانت وفية جدا لعائلتها، ومع أنها كانت تواجه بعض المشاكل مع زوجها، إلا أنهما كانا يعملان على حلها. بحلول 5 يونيو عام 2001 خينوفيفا وألفونسو كانا يتواعدان منذ بضعة أشهر. أخبرته أن علاقتهما انتهت لأنها أرادت أن تصلح الأمور مع زوجها. غضب ألفونسو كثيراً بعد أن واجه الرفض مرة جديدة. دعني وشأني، دعني، دعني، هدد ألفونسو خينوفيفا وعائلتها. أنت، لا، إن لمستني مجدداً سأقتلك أنت وعائلتك كلها وأولادك الثلاثة، هل تفهمين؟ لا. خينوفيفا ارتعبت واتصلت بالشرطة. لم تكن تريد أن يتم الاتصال بمايكل على الرغم من اعتراض مركز الشرطة. لا، لا تتكلم معه كي لا يقتل أولادي. كانت تخشى من أن يزداد غضبا في حال اتصلنا به، وكانت خائفة فعلا، لذا أرسلنا دورية إضافية إلى منزلها. بقي ألفونسو ساهرا طيلة الليل، كان يشرب ويتعاطى المخدرات، وانتابته الهواجس بشأن انفصالهما. كنت أشرب كثيرا وحل الصباح، وبما أنني كنت أعرف أنها تذهب إلى العمل عند 8:00 حسمت قراري بشأن ما سأفعله. في صباح اليوم التالي أوصلت خينوفيفا ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات إلى المدرسة وتوجهت إلى العمل. وعندما وصلت كان ألفونسو بانتظارها.
كان ثملا ويترنح من شدة تناول المخدرات وغاضبا جدا. طارد ألفونسو خينوفيفا فور وصولها. كان يحمل مسدس ماغنوم 357 وهو سلاح قوي جدا. تجاهل عشرات الشهود الموجودين في خط خدمة الزبائن في السيارات. مهلا. اقترب من خينوفيفا وصوب مسدسه نحوها لقتلها. مايكل ألفونسو نجا بفعلته بعد أن ارتكب جريمة قتل بحق حبيبته السابقة عام 1992. اشتبهت الشرطة به لكن لم يتم اتهامه. بعد 9 سنوات تكررت المسألة وطارد حبيبته الجديدة. شهرت مسدسي بكل بساطة. ثم أفرغت محتواه بالكامل. مهلا. في صباح 6 يونيو عام 2001 قتل مايكل ألفونسو خينوفيفا فيلاسكويز بوحشية ثم هرب من المكان، فيما ارتعب عشرات الشهود من المشهد. من بين الشهود واحدة في مطعم ماكدونالدز كانت تنتظر الطلبية في سيارتها. رأت مايكل يهرب ومر بقربها بعد أن سمعت الطلقات النارية مباشرة، وقالت كان يبتسم بتكلف. زوج خينوفيفا يعمل في المطعم أيضا وكان يأخذ استراحة عندما دوت الطلقات النارية. عندما سمع الطلقات النارية ركض باتجاه مصدرها فرأى زوجته مردية على الأرض وقد غمره الحزن. كانا منفصلين حينها، لكن هناك طفل يجمعهما ويعملان معا ويعيشان معا. لا شك في أن الموقف كان صعبا جدا. ما حصل صباحا عندما كان الناس يمرون للحصول على قهوتهم الصباحية في طريقهم إلى العمل لم يتوقع أحد حصوله. وصلت الشرطة بعد جريمة القتل بدقائق وتبعهم المراسلون أيضا. لابد من أن حبيبها أطلق النار عليها. في البداية عرفنا فقط أنه حصل إطلاق نار في مطعم ماكدونالد. لم نكن متأكدين مما إذا كانت عملية سرقة سارت على نحو سيء أم أنه شخص مجنون يحمل مسدسا واتجه عشوائيا إلى أحد مطاعم ماكدونالد وأطلق النار. هناك قاتل فار والمواطنون خائفون. حاولت الشرطة السيطرة على الوضع. كان هناك ضوضاء في المكان. وضعت الشرطة أشرطة صفراء لاصقة وانتشرت سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف. عمت الفوضى المكان بكل بساطة. أبلغ المحقق زيدان بشأن تهديدات خينوفيفا في الليلة التي سبقت الحادثة. أجل فعل ذلك. تساءل ما علاقة مايكل بما جرى؟ وقيل لي إنهما كانا يتوعدان، فتعجب وعقدت العزم على إيجاد مايكل، لكننا لم نجده في أي مكان. على الرغم من مخاوف خينوفيفا والتحذيرات التي أعطتها للشرطة لم يتم تفادي هذه المأساة. كان من الصعب تقبل ما جرى، لا سيما أن المرأة قصدت الشرطة وقالت أنا خائفة، هذا الرجل سيقتلني وأريد أن تحموني. وبعد 8 ساعات ماتت. كان هذا أمرا يصعب تقبله. لم نأخذ ما قالته على محمل الجد. أكد الشهود أن مايكل ألفونسو هو الرجل الذي أطلق النار على خينوفيفا فيلاسكويز. بدأ رجال الشرطة بمطاردته بعد أن تأكدوا من أنه القاتل. ليس هو متأكد؟ ذهبنا إلى مكان عمله وحصلنا على سجلات العمل وعلى مذكرة لتفتيش منزله وسيارته، وفجأة بدأنا نكتشف المعلومات. مسح المحققون ساحة الجريمة وحققوا اكتشافا مهما. وجدوا مسدسا مخبأا في أحد المجارير بالقرب من المكان. تطابق ذلك السلاح من الناحية البالستية مع الرصاصات التي قتلت بها. بدا واضحا أنه فر من المطعم وركن سيارته في موقف تابع لشقق سكنية ورمى المسدس في المجارير ثم هرب. بالنسبة إلى المحققين الأدلة بدأت تتراكم، وأحداث ذلك الصباح المشؤوم بدأت تتوضح. في بداية هذه القضية
تركز التحقيق بشكل رئيسي على تحليل الأدلة لتحديد هوية مطلق النار، وتلك الأدلة أشارت إلى مايكل ألفونسو. أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق مايكل ألفونسو متهمة إياه بجريمة قتل من الدرجة الأولى بحق خينوفيفا فيلاسكويز. عندما حصلنا على مذكرة التوقيف بحق مايكل ألفونسو تغير وجه التحقيق من التعرف إلى القاتل إلى إيجاد الفار من وجه العدالة. كان ألفونسو يعرف أن الشرطة تطارده، وبما أنه يتكلم اللغة الإسبانية بطلاقة خطط للهروب إلى المكسيك. أمضى معظم حياته في الدخول والخروج من السجن، وكان مصمما على ألا يعود إليه أبدا. دخلت إلى السجن 3 مرات، وفي كل مرة يتعلم المرء من أخطائه. هل تفهم قصدي؟ يتعلم الطريقة الصائبة أو الخاطئة لإتمام الأمور. كانت خطوته الأولى تقتضي بإرباك الشرطة، لذا قاد سيارته إلى مطار إنديانابوليس وتركها هناك، ثم أنفق ما لديه من مال لشراء تذكرة حافلة إلى ميامي. بعد يومين على وقوع الجريمة وصل ألفونسو إلى ميامي، لكنه أصيب بالتوتر وعجز عن البقاء هناك مطولا. لطالما كنت في حالة من الارتياب وأشعر بأنني مراقب. لا يمكنكم تخيل الخوف الذي انتابني. في الخارج كنت أشعر بأن الجميع يشتبهون بي، قد يكون أحدهم شرطيا متخفيا. إن تبعني أحد ما لوقت طويل كنت أعتقد أنه من الشرطة. ذهب ألفونسو نحو الغرب إلى بلدة إلباسو الحدودية في تكساس. من هناك يمكنه العبور إلى المكسيك لبدء حياة جديدة. استقللت السيارة أجرة عبر الحدود ولم يطلبوا مني أي أوراق ثبوتية، وعندما وصلت إلى الجانب الآخر استقللت حافلة وذهبت إلى بويرتو فايارتا في المكسيك. في أواخر يونيو عام 2001 وصل مايكل ألفونسو إلى بويرتو فايارتا. كان هاربا منذ شهر فقط، إلا أنه بدأ يندم على أفعاله. بصراحة ليتني لم أقتل أحدا أبدا، إنما أتمنى لو أنني فكرت مليا ولو أنني تعلمت درسا من التجربة الأولى ولم أقدم على قتل المرأة الثانية. راح يجوب الأرجاء في هذا المكان السياحي المعروف. كان من دون مال ويبحث جاهدا عن عمل. كنت أمشي بمحاذاة الشاطئ وأقصد مختلف الشركات والمتاجر بحثا عن عمل. بحث ألفونسو اليائس أتى بثماره أخيرا. وجد وظيفة كساق يقدم المشروب للسياح، وبدأ يستقر في حياة جديدة بعيدا عن دياره. بالعودة إلى ويتن في ولاية إلينوي تابعت الشرطة تحقيقاتها. كان المحققون يعرفون أن ألفونسو قد يكون في أي مكان ويخشون من أن يضرب مجددا. أعتقد أنه لا يستطيع إشباع غضبه. هذه إحدى سمات سلوك المضطرب نفسيا. هل يعرف أن ما كان يفعله خطأ؟ طبعا، ولهذا هرب. كان يعرف أنه سيتم احتجازه، لكنه لم يستطع التحكم بتصرفاته. مركز شرطة ويتن جند كل طاقمه في هذه المطاردة، وتم طلب دعم إضافي من شرطة الولاية والشرطة الوطنية. استدعينا فريقا متخصصا بالجرائم التابع لمقاطعة دوبيج وشرطة ولاية إلينوي ومكتب الأف بي آي، وجندنا عددا من المحققين للعمل على القضية. بمساعدة مصادر الأف بي آي استجوب المحققون عشرات الأشخاص الذين تربطهم صلة بمايكل ألفونسو بمن فيهم والدته وأخته. على بعد نحو 3000 كيلومتر بدأ ألفونسو يفتقد عائلته، وكان بحاجة إلى المال. كان يعرف أن الاتصال بالديار فيه مجازفة، لكنه خاطر واتصل في 26 يونيو عام 2001. من المتكلم؟ مرحبا أختاه، طلبت منها أن تمدني بالمال لكنها رفضت لأنها قد تورطت في المشاكل، لكنني قدرت موقفها. أنا لا أستطيع ذلك، أظن أن الشرطة تراقبني. حسنا، لا بأس. في الواقع بمجرد اتصال ألفونسو بأخته عرضها لخطر اعتبارها متواطئة في الجريمة. كانت تعرف هذا، لذا اتصلت بمركز الشرطة في الحال وأعلمتهم بالخبر الهام. لقد اتصل بي. أخبرتنا بأنها تلقت اتصالا هاتفيا على حساب المتلقي من شقيقها،
وأخبرها أنه في بويرتو فايرتا في المكسيك. على الفور شكلنا فريقا من ضباط الشرطة وعملاء الـ FBI المكسيكيين والأمريكيين، وتوجهوا فورا إلى المنطقة التي أجري منها الاتصال. تعقب مكتب الـ FBI اتصال ألفونسو فأوصلهم إلى المطعم الذي كان يعمل فيه. وصل عناصر الـ FBI والسلطات المكسيكية إلى بويرتو فايرتا. راقبوا المطعم حيث يعمل. وحاصروه. أخيرا وجد المحققون مايكل ألفونسو. علاقتنا انتهت، انتهت. مستحيل، سوف تصغين إلي الآن. بحلول صيف العام 2001 مضى 9 أعوام على قتل مايكل ألفونسو حبيبته سوميني ريانغ، ومر شهر منذ أقدم على قتل خينوفيفا فيلاسكويز. عملاء الـ FBI والسلطات المكسيكية تعقبوه إلى بويرتو فايرتا. نسق عملاء الـ FBI مع الشرطة المكسيكية وشنوا هجومهم. أعتقد أنه لمح شيئا وهرب، إنه بارع في هذا. فتشوا الحانة بالكامل، وبعد بحث دقيق أدركوا أن ألفونسو ليس في المكان. ذهبوا للقبض عليه لكنهم لم يجدوه، وبالتالي عرفوا أنهم تأخروا. أحسوا بإحباط لأنهم تأخروا للحظات. كان يعرف كيف يتفادى إلقاء القبض عليه، شعر بوجود مشكلة. كان هاربا وخطرا ومصمما على ألا يسمح بالقبض عليه. بعد الهروب بصعوبة من الـ FBI في بويرتو فايرتا، فر ألفونسو نحو أعماق المكسيك. استقل الحافلة وابتعد 400 كيلومتر لجهة الشرق نحو غوادالاخارا، وصل إلى هناك مفلسا ومرتبكا. كنت أهيم في الأرجاء لأنني لم يسبق لي أن تواجدت في تلك المنطقة من قبل. ألفونسو دخل إلى المكسيك بشكل غير شرعي، سافر من دون جواز سفر أو بطاقة هوية، بدأ تماما كضيف عابر مشاكس عندما تم توقيفه من قبل ضباط الهجرة المكسيكيين. تحمل أوراقا ثبوتية؟ لا. من أين أنت؟ من كوبا. ثم فجأة سألني ضباط الهجرة عن أوراق الثبوتية. نريد الأوراق الثبوتية. بعد أن هرب من عناصر الـ FBI بات يواجه الآن تهديدا جديدا. قلت لهم إنني لا أحمل أي أوراق، فسألوني من أين أنا وأجبت بأنني كوبي وأتيت إلى هنا من كوبا، ثم طلبوا مني مرافقتهم. ألقت السلطات المكسيكية القبض على ألفونسو ونقلته إلى دائرة الهجرة، وتابع المسؤولون هناك الضغط عليه بشأن هويته. كوبا نعم، إلا أنه أعطاهم اسما مستعارا، هو أدولفو لويز. لم يتوقفوا عن السؤال ما إذا كان هناك أي شيء يثبت هويتي، ولم أخبرهم. معظم المعتقلين الذين التقى بهم ألفونسو كانوا من أمريكا الجنوبية والوسطى. لم يكن ألفونسو الفار الأمريكي الوحيد الذي احتجزته دائرة الهجرة المكسيكية. في معسكر الاعتقال التابع لدائرة الهجرة كان هنالك أشخاص من الولايات المتحدة من المدرجين على لائحة أكثر المطلوبين في أمريكا، وكنت أعرفهم، لكن لم يتم القبض عليهم. وأخيرا تم احتجاز مايكل ألفونسو، لكن السلطات المكسيكية لم تكن تملك أي فكرة عن أنه مطلوب بتهمة ارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة. كل يوم مر على احتجازه هناك شكل فرصة كبرى لكشف هويته الحقيقية، بل أسوأ من ذلك. أخبرونا بأنهم سيطلقون النار على من يفر. لم تتمكن السلطات من معرفة هويته الحقيقية، وبعد مرور 9 أشهر أطلق سراحه أخيراً.
شعر بأنه سيتم اقتياده مجددا إلى الولايات المتحدة في أي وقت، وعندما أطلق سراحه شعر بالسعادة. أصبحت حرا واعتقدت بأنهم سيتعقبونني وما إلى هنالك. قرر ألفونسو أن المكسيك لم تعد مكانا آمنا بالنسبة إليه، كان عليه أن يغادر وإلا فسيتم القبض عليه مجددا. حالما أطلق سراحي حتى قصدت غواتيمالا لم أبقى في المكسيك، ذهبت إلى غواتيمالا. صادق ألفونسو أحد المعتقلين ويدعى أورلاندو براذر، ومعا اتجها نحو الجنوب. هل أنت بخير؟ لم نكن نملك المال، على متن الحافلة توسلنا الناس لإعطائنا المال كي نصل إلى المحطة التالية. كنا نترجل من الحافلة ونتوسل الناس للحصول على المال إلى أن وصلنا إلى الحدود. وصل ألفونسو وأورلاندو إلى الحدود الفاصلة بين المكسيك وغواتيمالا. كانا يسافران من دون جوازي سفر ولا يمكنهما العبور بشكل قانوني، لذا كان لابد من أن يجدا طريقة ما للعبور. دفعنا المال لعبور النهر الذي يعبره المهاجرون من غواتيمالا إلى المكسيك، إنما نحن أردنا أن نعكس هذا المسار، أردنا الذهاب إلى غواتيمالا، وكان الوضع سيئا نوعا ما ونجحنا في ذلك. تساءل المهاجرون المتجهون شمالا عن سبب توجه هذين الرجلين إلى غواتيمالا حيث الوضع أخطر بكثير، إلا أنهما تابعا مسارهما بكل شجاعة. وعندما وصلا أخيرا إلى مدينة غواتيمالا بدأ أورلاندو يتصرف بغرابة. كف عن هذا. بعد أن ترجلنا من الحافلة في مدينة غواتيمالا بدأ صديقي أورلاندو يفقد صوابه. لا يمكنني التحمل، هذا قاس، لا يمكنني التحمل. لم يستطع أورلاندو أن يتحمل الخوف والإجهاد والتوتر جراء الهروب. أخبرته بأنه من الأفضل أن يمضي كل منا في سبيله، لأنه في حالة غير مستقرة وسيلفت الانتباه إلي، فتأتي الشرطة للتحقيق وسيحتجزوننا في هذا البلد لأننا لا نحمل أوراقا ثبوتية، لذا مضى كل منا في سبيله. انتهى الأمر. إليك عني، أكرهك. أصبح ألفونسو وحيدا مجددا، قطع مسافة 643 كيلومترا وصولا إلى ليفينغستون في غواتيمالا. كان يأمل ألا يلفت الأنظار في هذه البلدة الساحلية الصغيرة. وصلت إلى هناك ولم يكن لدي مكان أمكث فيه، فذهبت إلى الشاطئ طلبا للطعام. لم يكن لدي ما أكله على الإطلاق. كان جائعا وبدأ يصاب باليأس، ولم تكن تلك البلدة كما توقع. كانت بلدة خطيرة لأن السياح كانوا يتعرضون للقتل والعنف منتشر في أرجائها. حصل ألفونسو على عمل كرجل أمن في أحد الفنادق. أصبح لديه القليل من المال فبدأ يتعاطى المخدرات. كل صباح بعد أن أتقاضى أجري كنت أذهب لشراء الحشيشة. كنت أدخنها كل يوم ولم أعد أفكر أو أتصرف كما ينبغي، لم أعد آكل حتى. سرعان ما ضبط رئيس العمل ألفونسو وهو يتعاطى المخدرات خلال العمل، فطرد ألفونسو على الفور. كان ذلك تصرفا طائشا جدا لأنه طلب مني الرحيل، أو بالأحرى طردني. في تلك المرحلة كنت على وشك الإقدام على طعنه، كنت على وشك قتله. وضع ألفونسو خطة لقتل رئيسه في العمل وأخذ المال الذي كان يعرف أنه يخبئه في مكتبه. كنت أعرف أنه لا يمكنني ذلك، لأنه إن تم احتجازي في غواتيمالا فسأعلق هنا في السجون الرهيبة لسنوات. هذه المرة تغلب المنطق على الغضب. بعد إمضاء شهر في غواتيمالا سئم من الوضع وقرر المضي قدما. سافر عبر الأدغال الكثيفة إلى شبه جزيرة يوكاتان
إلى أن بلغ حدود بليز. عبرت الحدود وكنت أهرب إلى بليز، فوجدني ضباط الهجرة هناك أيضا. سألني أحدهم: من أين تأتي؟ أتيت من الغابة أليس كذلك؟ ماذا كنت تفعل هناك؟ ماذا؟ لماذا كنت في الأدغال؟ كنت ألقي نظرة في الأرجاء. تنظر في الأرجاء؟ أجل، أنا أمكث في بليز. بليز؟ أجل. ما اسمك؟ أنا أمريكي. أمريكي؟ أجل، قلت لها أنا أمريكي وقد أضعت جواز سفري وكل أوراق ثبوتية، وقد سرقني أحدهم فراح يسألني: متأكد من أنك لا تتسلل؟ وأجبته: لا، أنا أمريكي، وإلا لما استطعت تكلم الإنجليزية. اللحظة التي استغرقها ضابط الهجرة كي يحسم قراره بدت أشبه بدهر بالنسبة إلى ألفونسو. قال لي: سأمنحك فرصة ولن ألقي القبض عليك، وبالفعل لم يحتجزني. سمح الضابط لألفونسو بالرحيل. كلما توغل أكثر فأكثر نحو أمريكا الوسطى، ابتعد أكثر عن المحققين في ويتن إلينوي، وبدأوا يفقدون أثره. كان مايكل مصدر خطر على المجتمع، وقد أثبت ذلك مرارا، وذلك من خلال تعنيف النساء وطعنه لهن واعتدائه عليهن وقتلهن. إنه قاتل متسلسل وسيقتل مجددا. بعد أخذ كل هذه الأمور في الحسبان، ضاعف المحققون جهودهم. تم بذل مجهود جماعي من قبل الفريق على صعيد الشرطة المحلية والقوات الفيدرالية وشرطة الولاية، حتى إننا طلبنا المساعدة من عائلة فيلاسكويز. عبر العمل مع أقاربهم في المكسيك، كان أفراد عائلة فيلاسكويز يأملون أنهم من خلال تعليق المناشير ونشر الخبر في وسائل الإعلام قد يتعرف أحد ما إلى ألفونسو. أتذكر أنني تواصلت مع أقاربي وعمي وتطرقنا إلى التفاصيل. تكلمنا عن الأمور التي يمكننا فعلها وعن الناس الذين قد يتحدث إليهم. أتت الجهود ثمارها، إذ وردت معلومات كثيرة وتابعها مكتب الـFBI وحاول أن يضيق الخناق عليه. كنا نرسل على الفور أحد عناصر مكتب التحقيقات إلى المكسيك لمتابعة المعلومات التي تصلنا، إنما دائما كان يسبقنا بحوالي 6 أشهر. فيما تابع المحققون بحثهم، وصل ألفونسو إلى وجهة سياحية معروفة أخرى. وصلت إلى كانكون، وكما نعرف الجميع يحذرون من الإجراءات المشددة لدائرة الهجرة هنا، لذا كان علي أن أتوخى الحذر. حصل ألفونسو على وظيفة كحارس في أحد النوادي، منحوه مكانا كي يمكث فيه وأجرا كان بأمس الحاجة إليه. إنما كانت هنالك مشكلة كبيرة، النادي يعج بالأمريكيين. الكثير من الأمريكيين كانوا يقصدون النادي، وأحد الرجال الذين قصدوا المكان تعرف إلي على أنني من المطلوبين في أمريكا، وقال إنه شاهدني ضمن برنامج أكثر المطلوبين في أمريكا. لست أنا. قلت له: لا، لابد من أنك مخطئ. فسألني: ما اسمك؟ وأعطيته اسما مزيفا طبعا. خشي ألفونسو من أن يتم التعرف إليه. مكالمة هاتفية واحدة منه تنهي أيام حريته. راح يقول: أنا واثق من أنني رأيتك، وما إن قال هذا حتى قررت الرحيل. لم يجازف ألفونسو البتة، فغادر كانكون وتابع مساره شمالا على طول الساحل. بحلول شتاء العام 2002 كان ألفونسو هاربا منذ أكثر من سنة، قطع آلاف الكيلومترات عبر المكسيك وأمريكا الوسطى، بات مرهقا ويناضل من أجل البقاء على قيد الحياة. كنت يائسا جدا، أتوسل من أجل الماء حتى. هدفي كان الوصول إلى فيراكروز في المكسيك، ورحت أتساءل ما إذا كنت سأتمكن من بلوغها أم لا. كانت حالته تعيسة، لم يكن يملك المال ولا الموارد ولا أي شخص يلجأ إليه، واضطر إلى إيجاد سبيل للبقاء. عندما وصل ألفونسو إلى فيراكروز بعد جهد جهيد، كان متعبا وجائعا ومفلسا. قلت: إما أنجح في البقاء هنا أو لا. كنت أرفض فكرة توضيب أمتعتي والرحيل مجددا، عقدت العزم على البقاء هناك.
فيراكروز مدينة مرفئية تاريخية، وألفونسو كان يأمل أن ينخرط فيها وسط عدد سكانها الكبير المؤلف من أشخاص من أصول أفريقية. البدء من الصفر في بلدة جديدة أصبح أمرا روتينيا بالنسبة إلى ألفونسو، وسرعان ما وجد وظيفة ومكانا يمكث فيه، وكذلك وجد حبيبة. التقيت بفتاة أصبحت حبيبتي، كانت ممرضة وكان اسمها إيديث، وبدأنا نتواعد ونخرج معا وما إلى هنالك. لم تكن إيديث تملك أدنى فكرة عن ماضي ألفونسو العنيف، ولم تعرف أنه مطلوب بتهمة القتل. استقر ألفونسو في حياته الجديدة، وبدأ يشعر بأنه ربما يكون قد أفلت من العقاب لارتكابه جريمة قتل للمرة الثانية. في ذلك الوقت بدأت أشعر بارتياح شديد، لم أعد أشعر بأن هناك من يبحث عني، لذا خففت من حذري وترقبي إلى حد كبير. عندئذ صعد مكتب الـ FBI الضغط، أدرجوا مايكل ألفونسو على لائحة أبرز 10 مطلوبين فارين من وجه العدالة. أدرجت أوصافه كالتالي: طوله 177 سنتيمترا، ووزنه 81 كيلوغراما، ويحمل وشم اسم بلانكا على ظهره. باعتقادي كان بإمكان مايكل أن يقتل مجددا وبسهولة، هذا أحد الأسباب وراء إدراجه ضمن لائحة أكثر 10 مجرمين مطلوبين. هذه الخطوة منحت المحققين مصادر ومعلومات كثيرة تخص القضية. استقطب هذا اهتماما إعلاميا أكبر، وأدى إلى ظهوره في 3 برامج تلفزيونية مشهورة تعنى بالجرائم. كنا نتعقبه دائما، ومع أنه أمر محبط أن نكون متأخرين عنه بستة أشهر، لكننا على الأقل كنا نعرف مكانه ووجهته، وشعرنا بأننا إذا تبعنا سنعتقله. في هذه الحالة لم يكن السؤال من الفاعل، إنما أين هو، وكانت المسألة مسألة وقت قبل أن ينفد منه الحظ. في 14 من يونيو 2004 دخل رجل إلى السفارة الأمريكية في مدينة مكسيكو، وأخبر مكتب الـ FBI أنه شاهد عرضا مفصلا لقضية ألفونسو على التلفاز، وأخبرهم بأنه يعرف مايكل ألفونسو. أعرف هذا الشخص، وكان يعرف مكان عمله ومكان إقامته. أعرف أين يعمل وأين يسكن. لن تصدق هذا، حصلت على معلومات مهمة حول ألفونسو. تصرف عملاء الـ FBI والسلطات المكسيكية بسرعة، وتوجهوا إلى فيرا كروز في اليوم التالي. قاموا بدوريات في الحي الذي يقيم فيه ألفونسو، ورصدوه فيما كان يدخل إلى صالون الحلاقة. بعد أن أفلت من قبضة العدالة طيلة 3 سنوات، ستتمكن الشرطة أخيرا من الإمساك بألفونسو. نسقوا مواقعهم وتحركوا. مايكل ألفونسو أفلت من قبضة العدالة لأكثر من 12 سنة. إنما في 14 من يونيو 2004 تلقى مكتب الـ FBI معلومات عن مكان تواجده، وتحرك العملاء إلى هناك فورا. كان مكتب التحقيقات عازما على منعه من الإفلات من قبضته. على الرغم من كل ما كان يجري في الخارج، بدا كل شيء طبيعيا داخل صالون الحلاقة. كان قد قص نصف شعري عندما رأيت أولئك الرجال يدخلون. دخل العملاء إلى صالون الحلاقة وهم يعرفون أن ألفونسو مستعد للقيام بأي شيء كي لا يلقى القبض عليه. من أين أنت تكلم؟ من كوبا. خلت أنهم نالوا مني لأنه سألني من أين أنت، وكان يكرر ذلك ولكنه لم يسمع مني. أنت أمريكي صحيح؟ كوبا، أنا من كوبا. أنت أمريكي؟ قلت إنني من كوبا، وهو رفض تصديق ذلك وقال أنت أمريكي. سأتأكد من الوشم. تفقدوا ظهر ألفونسو ليروا ما إذا كان هنالك أي وشم مميز بهدف تأكيد هويته، وعندئذ سحب قميصي كي يتفقد الوشم، فأدركت أنه لا مفر، أدركت أن أمري قد انتهى. وأخيرا وجد مكتب الـ FBI ضالته. هيا بنا. من المستحيل أن يسمحوا له بالهروب هذه المرة.
عندئذ كبلوا يدي، ومنذ ذلك اليوم لم أعرف الحرية. حياة ألفونسو كمجرم عنيف وفار من وجه العدالة وصلت إلى نهايتها. مضت 12 سنة منذ أن قتل سومونير يانغ، وثلاث سنوات منذ أن قتل خينوفيفا فيلاسكويز بوحشية. خلال فترة هروبه ظل يتنقل ما بين المكسيك وأمريكا الوسطى متوسلا من أجل الطعام ومكافحا من أجل البقاء. وقد أثرت هذه الرحلة الشاقة عليه. كان مصابا بالتقرحات جراء سفراته عبر الأدغال. كان يشرب من مياه تلك المنطقة، فمرض وخسر الكثير من الوزن. كانت هذه الحياة قاسية جدا على مايكل. رحلت السلطات المكسيكية مايكل ألفونسو إلى الولايات المتحدة مجددا. في 27 من يوليو 2005 رافق المحقق ديفيد زيدان ألفونسو لإعادته إلى مركز الشرطة في ويتن إلينوي. كانت الشرطة قد أمضت سنوات عدة في جمع الأدلة وبناء قضية ضد ألفونسو. الآن وصلنا إلى الجزء الصعب. القضية لم تنتهي، فالآن علينا محاكمته. توقع الجميع معركة قضائية طويلة، ولكن في 11 من يوليو 2007 تفادى مايكل ألفونسو حكما محتملا بالإعدام عبر اعترافه بالذنب إزاء كل التهم الموجهة ضده. عندما أدين كنت في منصة المحلفين أراقب ما يجري، ولا أعتقد أن أحدا رآني أتنهد هكذا. وأخيرا أدين بثلاث تهم قتل: قتل خينو وقتل سويانغ وطفل هذه الأخيرة. أفراد عائلات الضحايا أدلوا بإفاداتهم خلال جلسة الاستماع. كنت أعرف منذ البداية أن مايكل ألفونسو قتل ابنتي، إنه شخص شرير. ألفونسو لم يقتل أمي فحسب، إنما سلبني سعادتي. جميع من كانوا في الغرفة كانوا يذرفون الدموع، بمن فيهم محققو الشرطة الكبار في السن. كجزء من صفقة الالتماس وافق ألفونسو على تسجيل اعتراف كامل للشرطة. شهرت المسدس عليها لأنني لن أقبل أن تكون لأي أحد سواي. بماذا كنت تفكر؟ كنت أفكر في أنني سأقتلها، لذا أطلقت النار عليها إلى أن أفرغت المسدس. إنه مقدار مرعب من العنف ارتكبه رجل لا يعرف الرحمة. هنالك عبرة في الموضوع، ولا شك في أن هنالك الكثير من أشباه مايكل ألفونسو، ولا يبدون أشرارا، ولا يمكن أن نعرف ما الذي يستطيعون فعله. لا، بالإضافة إلى ضحاياي هنالك أخريات فعلت بهن أمورا مروعة، لأنني أغار كثيرا وأحب السيطرة، أحب السيطرة كثيرا. لست عديم القلب والشعور، فأنا أملك قلبا. هل تفهم قصدي؟ لقد فقدت صوابي بضع مرات في حياتي. مهلا. قتل النساء وطعنهن وإطلاق النار عليهن والسيطرة عليهن، ليست هذه أفعال رجل صالح. إنه شقيق وابن، لكنه قاتل، لا شك البتة في هذا. مايكل ألفونسو مسجون الآن في سجن مينارد الإصلاحي في جنوب إلينوي. سيمضي بقية حياته هناك من دون إمكانية لإطلاق سراحه المشروط.